هذا اللقاء اللي نظمو فريق التجمع الوطني الأحرار هو لقاء اللي هو مفتوح على جميع الفعاليات وعلى المجتمع المدني، محطة مهمة. هذه 20 سنة ديال تربع صاحب جلالة على العرش، وهذه 20 سنة الحمد لله ديال مسار اللي هو كبير وإنجازات عظمى اللي وقعت في البلاد، والحمد لله الذي نفتخر بها. وكانت المناسبة باش تعطل الكلمة باش كل واحد، احنا ماشي هنا باش نديرو التقييم لأن هذا مشروع كبير جدا ما يمكنش يكون فيه تقييم، ولكن باش نشوفوا أنه من التجربة ديال 20 سنة ناجحة اللي قاد بها صاحب جلالة بلادنا اش غادي يوقع في المستقبل ان شاء الله، وكيفاش غادي يكون واحد ليلون جديد في 20 سنة المقبلة ان شاء الله. اذا هاد الندوة اولا تجسد الارادة ديال الانفتاح ديال التجمع الوطني الاحرار على مختلف الطاقات الفكرية والسياسية والحقوقية والجمعوية لتدارس واستحداث العبر من الأداء المغربي، من أداء بلادنا على امتداد 20 سنة في الشقين السياسي والاقتصادي. استحضرنا مختلف المكتسبات التي تحققت وهي كثيرة، واستمعنا إلى كثير من الملاحظات وكثير من الطموحات والانتقادات. هذا كله يتم في جو إيجابي، في جو حريص على احترام الحق في الاختلاف، وحريص على تأكيد اعتزاز المغاربة جميعا بالمكتسبات وبالإصلاحات الكبيرة التاريخية التي تم إنجازها في 20 سنة الأخيرة، مع استحضار طموحنا الجماعي لتحسين الأداء ولتجاوز بعض العثرات ولاستخلاص العبر من بعض الإخفاقات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. صحيح أن المغرب على المستوى الدستوري والسياسي حقق الكثير، لكن المجال الاجتماعي ما زال يعاني كثيرا من الهشاشة، يعاني كثيرا من الإكراهات في تدبير استراتيجيات الصحة وتشغيل الشباب والتعليم والنقل وعدد من القطاعات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية. الهدف هو كان أن نؤكد قدرتنا في التجمع الوطني الأحرار على الانفتاح على كل الكفاءات، على كل الطاقات، والاستماع لكل الأصوات، وتأكيد على أن تدبير الاختلاف والتنوع في الآراء يجب أن يظل خاصيتنا كمغاربة. We'll be right back.